دكتور عويني صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مرسي. نحن اليوم عم نتابع الحلقة السابقة يلي حكينا فيها عن مبادرة مدرسية كفيلة بإعطاء السعادة لأولادنا، خاصة بهالظروف يعني المشبلة ضد يلي كلنا عم نمرق فيها وكلنا مش حابينها، ولكن منضل هيك نلاقي بعض السبل، علما أنه في بعض الأمثال الفرنسية. اليوم رح ترجع تذكرنا شوي بالموضوع لنتابع فيه ونحكي بكل اتجاهاته. صحيح، بي كنا عم نحكي هذيك الأسبوع أنه السعادة حق للطلاب، وخاصة أنه السعادة أو لما يكونوا عم بيستمتعوا بالنشاطات اللي عم بيعملوها، إذا بيجمعوا الأشياء الحلوة مع الأشياء المفيدة بيكونوا مرتاحين نفسيا أكثر، وبيعطوا بيكون إدائهم أفضل. فمن هالمنطلق تأسس مكتب سنة 94 بفرنسا، هو للتجديد أو للابتكارات التربوية. وهيدا مكتب يعني بيشرف على كل المدارس، بس طبعا بينطر المدارس هي اللي عم تقوم بهالتجارب بهالمبادرات، بيكتبوا تقرير، وحتى التقرير يعني نوعا ما بيعطوه قيمته، يعني بيعطوه اجر له. واذا كان التجربه ناجحه وفيها تتعمم، ساعتها بيدعموا ماديا هالمدارس. وطبعا لانه الفكره كانت انه كل مدرسه لها بيئه مختلفه، لها طلاب مختلفين، لها احتياجات مختلفه، فما فيك تاخذي نفس التجربه وتعمميها على الكل. فمن هون المنطلق انه كل مدرسه لازم يكون عندها تجربتها الفريده، واذا كانت نجحت تنعرض على غير مدارس. دكتور، فكرة رائعة إذا فينا نطبقها بلبنان. أكيد، ليش لا؟ بس بدنا نحكي كمان شوي عن التكلفة، هل التكلفة تعد باهظة؟ لأنه دائما نحن بدنا نحكي عن التكلفة المادية لنشوف إذا فينا نحقق مشاريع أو أمور. في أمور مجانية كانت، وفي أمور بتطلب يعني ميزانية معينة حصلوا عليها عبر مؤسسات حسب النشاط. نعم. وفي أشياء بتحصل على بعض الدعم من هذا المكتب اللي حكيت عنه المركزي، يلي هو بيشرف على المبادرات اللي فيها تجدد او فيها ابتكار لدعم هالمدارس. هلا من الاشياء اللي ذكرناها هذيك الاسبوع، كان في مدرسه بباريس بتعطي هيك في استاذ يعني بتناوبوا الاساتذه، بيعملوا طاوله مستديره وبيجوا الطلاب مشان تعبير الكتابي، يكون عندهم فكره معينه هالطالب، بيبلش بصف المتوسط للبكالوريا عندهم، وبصير بكون عنده شيء هيك فكره بده يعبر عنها بده يكتبها، وهذا الاستاذ بكون عاده اكيد متخصص بالادب يعني الفرنسي، وبصير بيساعده لينقح هالموضوع. ولاحظوا قديش في اقبال على هالفكره، دائما الطاوله اللي بتساع 8 اشخاص 8 طلاب دائما كومبلي، فبصيروا طلاب ورا طلاب بيجوا، وصار عندهم اهتمام بالمدرسه بالتعبير الكتابي وبالتأليف والأشياء هاي. هذا الشيء شو بينمي دكتور عند الطالب؟ يعني لما بيصير عنده خلق أكثر، ابتكار أكثر، أفكار جديدة أكثر، شو بينمي عنده للطالب؟ طبعا حب اللغة والتعبير الكتابي والتأليف والإبداع، اللي هي شغلة كتير مهمة، خاصة إذا انعرضت بإطار ما في علامات، يعني ما في خوف من التقييم، ما في خوف من التصليح تبع المعلمة، فبيطلع هيك من الولد على حريته على سجيته الأفكار الحلوة يلي ممكن بعدين تترجم بتعاون لكتاب لمقال، لا يعني كل أي تلميذ مميز طبعا بيفرض حاله بتفرض موهبته. أكيد دكتور، نحن يعني في صور حضرناهن المخرج رح ننتقل نشوفهم سوا وبتعلق عليهم حضرتك، نرجع منتابع نحن وياك عن التجارب الأخرى الهامة كمان بهالسياق. منشوف الصور نرجع منرجع منتابع. هاي محطة اف ام، ومحطة كمان حدا محطة للتلفزيون. هون الطلاب بلحقول اسم المدرسة ليونارد دوفانسي، فعملوا محطة اف ام، هني طلاب طبعا ثانوي، ومن ايلول لحزيران وشغاله 24 ساعه. ليك شو حلو. طبعا هون بده كان نوعا من التمويل. بلشت محطه الاف ام ب 1500 يورو والتلفزيون ب 5000، وكان تحت رعايه فرانس 3. فبيعملوا برامج كثير حلوه، والشخص يلي بالصوره هو تلميذ عمره 16 سنه. عنده خجل كبير، فهي التجربه انه يذيع يحكي يعني يقوم ببرامج بتقوي له شخصيته تربويه، وخاصه هو كان عنده اهتمام
بالميثولوجي جراك، يعني بيحب شو بيسموهن الاشياء الاقاصيص اليونانيه القديمه. فكان في عنده برنامج، لانه هي بتجي طبعا بمنهاج التاريخ، وعاده التلاميذ بيلاقوه جاف، فهو تخيل عم بيسمعوا هالبرنامج في تلميذ وبيعمل مقابله مع اساتذته عن الميثولوجيا اليونانيه، وبيحكي عن الالهه والى اخره، فعطى كثير اهتمام بهذا الموضوع كثير كبير. والتلفزيون طبعا كان تحت اشراف اختصاصيين وخبراء بمعاش يعني بميزانيه شي 85,000 يورو سنويا، طبعا بدعم من عده مصادر، ليقدروا يمشوا التلفزيون ويعلمون كيف يستعملوا كاميرا والاعداد، يحضروا اخبار ويحضروا برامج. يعني كانت تجربة كتير حلوة، شغلة كتير مهمة وبتقوي لهم شخصيتهم كتير، خاصة للطلاب اللي عندهم خجل، لأنه هيدا الخجل بده يتداوى، إذا ما تداوى من هني وصغار بيحلوا معهم. للإداء يعني طبعا إداء المدرسة تحسن، وهيدي الأشياء اللي بيعملوها بيقوموا فيها الطلاب ضمن إطار المنهاج، وعليه علامات، يعني هني يقيموا على هالتجربة. بس بدل ما تكون بامتحان خطي أو بالصف، ممكن يكون عبر هذه النشاطات المتنوعة اللي هذا مربوط بالتقييم الحقيقي أو العملي. يعني مش ضروري التقييم يكون عبر نحفظ معلومات ونسمعها بامتحان. نعم. فهي كانت تجربة كتير مهمة. صورة ثانية هون عنا صورة بفتكر الروبو، نادي الروبو، نادي نيوتن، يلي نحن بلبنان عنا إشياء شبيهة الحقيقة، من بكتير مبادرات، بكلب بيعملوا كلب للروبو، وبهالكلب بيصيروا طبعا بيكون في عندهم هدف مهم للروبو، وبيصيروا تلاميذ بيتساعدوا، عاده بيكونوا بهالصوره بهالمدرسه تلاميذ ثانوي، فبصيروا بيتعاونوا مشان يبرمجوا الروبو وينفذوا ويشوفوا لاي مدى بيقدر يقوم بالمهمه. متى هون المهمه كانت انه يجمع بماتش بينج بونج، بتعرف الطابات بتوقع، فبيصير يجمع هالطابات ويرجع يعطيها للعيبه، فكان عم بيقوم فيها الروبو بنجاح كثير عالي يعني. فهي من الاشياء يلي كثير بتحمس الطلاب، لانه في شغل مع الاساتذه، في شغل تعاوني كثير كبير، ولما الطلاب كمان يشتغلوا مع اساتذتهم باطار مختبر وهيك اطار ورشه، وما في ستريس الصف والامتحانات، بيتعرفوا على بعض بشكل احلى، بيتقربوا من بعض، وبتصير هيك الجو ممتع ومفيد، وطبعا بحسن ادائهم وبحسن علاقاتهم وبنمي فيهم شخصيتهم. يعني ما في الا الحقيقه فوائد من هيك. اكيد مبادرة. يعني اكيد ما في سلبيات، خاصه انه عم بيشتغلوا شيء مش بس نظري ومش بس تيوري، عم ينزلوا يشتغلوا شيء عم بيشوفوه، عم بيمارسوه، عم بيسمعوه، عم بيشتغلوا فيه، فهيدا شيء كثير مهم. التجارب الاخرى اللي فينا نحكي عنها دكتور، بعد في صور رح تقطع، اذا ما في بحكي عن تجربه عندك ليسي دكتور لاكروا بناربون. هنيك بتعرف بفرنسا الفنون الجميله الار بلاستيك ضمن المنهاج، لانه لازم يتقدم فيه كمان امتحانات، فلاحظوا انه هالتلاميذ كثير عندهم نفور كره لهالماده، ففي اساتذه هيك التقوا مع بعض، اساتذه علوم اساتذه فنون، وشافوا انه ليه ما بنجمع الشيمي الكيمياء مع الفنون. فصار بالمختبر ياخذوا لوحات معروفه ويحطوها على الواح من معدن، من شو بيسموه الكوبر يعني النحاس، وبيزيدوا عليه اسيد نيتريك، فبيشوفوا التفاعل بالمختبر، وهيك بيكون عم بيتعلموا عن الشيمياء وعن التفاعل وعن الفنون. وهون كل الاساتذه تشاركوا فيه، حتى اساتذه اللغات، لانه من وراء بيحكوا عن اللوحه، بيعبروا عنها، بيتعرفوا عليها، يعني بيكون وبنفس الوقت بيكونوا عم بيستفيدوا من معلومات علميه بالكيمياء هون. فهذه كانت تجربه كمان كثير حلوه وناجحه. في عنا ليسي كورباي إيسون، عملوا تجربة بالشعر، بعرف التلاميذ ما كتير هالأيام بحبوا الشعر، فلاحظوا أنه فيكتور إيغو أشعاره، خاصة كتاب لليجان دي سياكل المعروف، اللي فيه أشعار كتير كبيرة وطويلة، معروف فيكتور إيغو بأشعاره طويلة. بقى عملوها راب، فبيصير الأستاذ بيلبس تعرفي تياب الراب والعوينات والأشياء كلها، ويغنوها راب، بحطوا موسيقى الراب وبصيروا بيغنوها مع بعض، هيك بصيروا بيحفظوها احسن،
وبيسمعوها للامتحانات الرسميه البكالوريا بشكل جميل وممتع لألون. يعني يا دكتور يا ريت نحن بمدارسنا عن جد بيكون عندنا هيدا الخلق والابداع، الافكار لا تعتبر كثير صعبه يعني، بس يمكن نحن بس يمكن نحن مثلا الاساتذه عندنا بيقولوا لك هلا انا بدي اروح البس وغني راب، ما ببعده عنده هيدا الشيء انه يخلي التمييز لا سبب انه يلبس، وين المشكله والتمييز يعني يلبسه منفتح على الفكره يعني هي بدنا نبلش باعتراف انه في مشكل، صح، والمشكل مش حلا نفرض اكثر واكثر على التلاميذ، كل ما فرضت شيء معين كل ما التلاميذ بدهم ينفروا، فاذا نحن بنشوف هن التلاميذ نحكي لغتهم، بنشوف هن شو بحبوا، واذا هيدي وحده من الطرق. هلا يمكن الراب ما ينفع بلبنان، يمكن تنفع زجل، يمكن ينفع او باماكن معينه، مش يعني حتى بلبنان في عندك تنوع كمان بالاهتمامات وبالبيئه وبالخلفيه والى اخره، فحلو كمان نفكر بكل هالمدارس تطلع بابتكارات لمصلحه الطلاب، لسعاده الطلاب ولتحسين ادائهم، ويكون في هيك بلاتفورم يقدروا يجمعوا هالافكار مثل ما عملوا، يكون في هيك مركز او مكتب او حشي يمكن في عبر شي دكتور يعني في تجارب بلبنان لاعطاء هالسعاده للتلميذ، هالانفتاح لتسهيل عليه درسه وعمله، في شي تجارب هلا اكيد عملت بلبنان في يمكن ثابت، انا بعرف كم تجربه ويمكن غيري بيعرف كثير، بس ما عندنا اياهم بمكان هيك مركزي نقدر يعني ما في موقع على الانترنت نقدر نرجع له، او عرفتي هذا اللي بينقصنا لحتى نشوف، لانه في بفرنسا بس لحتى ذكر المشاهدين في موقع اسمه eduscol مثل ما بتنلفظ .education.fr/innovation، هنيك كل هاي التجارب الفرنسية فوق الـ2000 يمكن واكثر تجربة كلها موثقة وبعدهم شغال الموقع اكيد، وبيقدروا يزوروا اي استاذ بحب يبتكر ويتعلم من تجارب غيره، يقدر يفوت على هالموقع ويشوف شو فيه. هلا بلبنان انا اللي بتجارب اللي بعرفها بالاضافه لكلب الكمبيوتر FLL، لانه ثائبت انا بلجنه الحكم يلي بتهتم بشيء يسمى الكور فاليوز، يعني كيف التلاميذ بيشتغلوا مع بعض من ناحيه التعاون، من ناحيه يعني الابتكار، الناحيه النفسيه الانسانيه مش الناحيه التقنيه. فانا لانه حضرت كذا، كنت حكم بكذا بطولة على صعيد لبنان والعالم العربي، وشفت هالجو الرائع بين الطلاب وبكل الأعمار، يعني بتلاقي طلاب الصف الرابع ابتدائي للبكالوريا، وهيدا يعني طبعا إضافة للمنهاج، فبتلاقي تلاميذ عم بيحكوا بتجربة العمر يعني، وعملوا صداقات كبيرة وحتى تحسنوا بالمواد المدرسية بالرياضيات وبالفيزيك وهالأشياء هاي، يعني كانت تجربة كتير حلوة وبعدها مستمرة، بس يمكن وقفت هلأ بسبب الكورونا ايه بدنا نحكي كمان، وكلفتها يعني رمزيه نوعا ما، يعني فيها ضمن يعني الكل يعني بمتناول الجميع، بمتناول تقريبا الكل مع دعم بسيط يعني. نعم دكتور، قبل ما نتابع اذا بعد في تجارب خلينا نحكي شوي قبل ما يفوتنا الوقت عن الكورونا، قد ايه هي فعلا اليوم تشكل عائق، وعائق بكل ما للكلمه من معاني، نحن عرفنا انه نحن امام الموجه الثانيه للكورونا، وبعدنا عم نطرح كثير اسئله اذا رح يدرسوا الطلاب اونلاين ولا رح يروحوا على مدارس والجامعات وشو رح يعملوا، يعني قد ايه كمان هالجائحه قد تشكل عائق معين بالنسبه للابتكارات وبالنسبه لهالافكار الجديده. يعني في نسبة مئوية من هالأفكار ممكن لا تطبق، مثلا صعب نعمل سيارة على الطاقة الشمسية تمشي على ريموت كنترول بشكل افتراضي، يعني بدها مختبر وبدها التلاميذ يكونوا مع بعض واحتكاك، بس في كتير أفكار تانية بديلة، يعني هلأ بتلاحظي في كتير أغاني عم تطلع عبر الانترنت، تلاقي عدك عبر زوم يعني تطبيق زوم عدة أشخاص عم بيغنوا عم بيعزفوا، فعم بيقدروا يطلعوا بشي في جمال، في ابتكار، في تصميم حلو وبشكل جدا سهل عبر الانترنت. في يمكن بروجيات بتنعمل بالبيت، انا اولادي صغار اللي عملوا كثير اشياء فنيه بالحصص الفنيه كثير انبسطوا فيها، مثل شو مثلا وخاصه انه حضرتك بيون ومدام كاتيا امون، يعني عندكم الوسائل والمعلومات يلي بتكونوا قادرين فيها تعلمون، يعني مش كل الاهل عندهم كل هالوسائل وهالمعطيات ليبتكروا لهم اشياء بالمنزل، بس هي الفكره مجانيه اذا بدك، ما فيها كلفه ابدا، يعني مثلا طلبت المعلمه انه يجمعوا اشياء ما بقى تستعمل، يعني مكواية قديمه، تليفون هذا الايام
التليفون القديم القديم يلي بدك شو بيسموه بالاصبع بالاصبع ايه هيدا كثير كان يبقى في خط وما في خط الاشياء هاي يعني ادوات بالمطبخ للطحن يعني كذا شغله صرنا نجمعهم قد ما نسال ناس من عنده يمكن البعض انا ثاقبت عندي تليفون انتيك ديكور يعني ثاقبت كان موجود ومن خلاله تعرفوا اولادنا على انه هيك كان التليفون شكله بالزمان هيك كان في خط ما كان يعني كيف التكنولوجيا تطورت كيف صح. الوسائل تطورت هيدي بدها بس الفكرة تحبب التلميذ فيها ايه أنا ما عم بحكي عن المردود المادي ما عم بقول يعني ما بدها كلفة بس أنا عم بقول متناول الكل إنه مش الكل عندهم هيك الإيماجيناسيون كرياتريس إذا بدك أو هيك أفكار إنه يعطوها لأولادهم مشان هيك الواحد بده إذا ما عنده إذا عنده النية مثل ما قلت وحابب يعمل شيء بيقدر يستفيد من تجارب غيره صحيح وفي آلاف التجارب يعني إلا ما كم تجربة تزبط معه وإذا شيء بده تمويل يعني إذا تجربة الأهل بيأمنوا فيها أو الأنسيان زلاف تبع المدرسة الخريجين القدامى بيأمنوا فيها كل بيدعم يعني في بالاختراب عنا كتير ناس ممكن يساهموا بشيء بسيط للمدرسة طبعا يعني أنا أكيد الأولوية هي القسط والكتب والهموم الكبيرة بس كمان ما بدنا ننسى أنه إذا أولادنا نفسيتهم ما كانت حلوة ما في استيعاب ما في تعلم بالعكس انا بشوف انه هاي لازم تكون الاولويه اولادنا لازم يروحوا يبلشوا العام الدراسي بابتسامه كبيره بفرح بامل بتفاؤل لحتى بعدين نيجي لهديك التفاصيل لانه الكتاب بده يتامن لبشو ما كان صح والتعلم كان تحت الشجره يعملوه من زمان وكانوا يتعلموا ويطلعوا اهم الشعراء والكتاب مش مشكل هاي بس مشكل يلي ما فيك تعوضيه هو التفاؤل والسعاده والنفسيه الحلوه يلي هي اللي بتفتح الذهن للاستيعاب وللتعلم أكيد. وللتحسن وما في شك انه في كتير تجارب يعني كل التجارب يلي مذكوره بالموقع الفرنسي كلها ادت لنتائج ملموسه ان كانت اكاديميه تحسن مثلا عندك تجربه اذا صح لنا وقت نحكي عن الاوبرا في الاوبرا تبع باريس هو بيعمل سبونسوريزاسيون ل 800 طالب بثلاث مدارس ضمن باريس ومن هال 800 طالب بيختاروا ثلاث صفوف بيعطون دروس بالموسيقى بالتمثيل بالرقص بالغناء طبعا وبيعملوا بخلال سنتين اوبرا حقيقيه طبعا تحت اشراف ممثلين ومغنيين تينور وسوبرانو الى اخره وبيعلمون وبيصيروا هالتلاميذ بيقدموا الاوبرا باخر السنه باوبرا باستي والجميل فيها انه اختاروا احياء فيها مدارس طبعا فقيره يعني وفي كثير عنصريه يمكن وفي كثير تسرب دراسي فلانه هول التلاميذ ما بيصح لهم يروحوا لا مجتمعين بالموسيقى الراقي صحيح بس من خلال قديش علمهم وتحسن ادائهم التعبير الكتابي 68% تقريبا عن ما كانوا قبل فعمل فرق مخيف على كل الأصعدة بس هلا من طريقة حديثك دكتور عويني يعني هني بيكونوا حتى الشغلة قابضينا عن جد يعني لما شفنا قبل بشوي عن الإذاعة عن جد عملوا لهم إذاعة وعن جد عملوا لهم تي في مش قصة يعني عاملين شغلهم كامل لما راحوا على الأوبرا شغلينا مزبوط يعني صح. بحس الواحد أنا قدام مسؤولية مش جاي ألعب هون كمان في سر كتير مهم أنه نحن بس بدنا نشتغل شيء مع أطفالنا يا نشتغلوا سليم يا يعني مش نوهمهم انه مثلا نجيب لهم ميكرو نقعدهم باوضه انتم هلا عملوا حالكم عم بتذيعوا لا عملوا لهم اذاعه يعني هيدي محترفين ايه يعني هيدي اللي انا بدي ضوي عليها انه الواحد بده يشتغل مع الطفل كمحترف مش بده يشتغل معه دائما كهاوي ما في شك وهون بيجي فكره انه لو طبعا بظروف شوي مختلفه بالصيف خلال فتره الصيف خاصه للطلاب الثانوي قديش هالفتره شهرين ونص واكثر بيكونوا قاعدين ما عندهم شيء يعملوه يا ريت بيصير في نوع من الستاج طبعا غير مدفوع بيكون استاج حسب نوعا ما ميول الطالب يعني اذا طالب عنده اهتمام بالاعلام يكون في استاج باذاعه بتلفزيون بمحطه معينه وبيصيروا بيتعرفوا بالفعل أكيد. على العالم المهني الحقيقي يلي هو شوي شوي
بيخليهم يختاروا المهنة المضبوطة اللي بيريدوها بحياتهم. يعني دكتور حطيت الإصبع على الجرح، لأنه في كتار من طلابنا بيخلصوا تيرمينال ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، بيفوتوا بيعملوا أول سمستر بلاقوا حالهم مش هيدا الشيء اللي أنا بدي أتخصص فيه، بيرجعوا بينتقلوا لاختصاص تاني. يعني يا ريت نحن من هن وعم بيكبروا منبلش مثل ما حضرتك عم بتقول، منفوتهم بستاج بس ليعرفوا هن لوين رايحين، ليعرفوا شو بدهم ينطقوا. صحيح، ومش بس هيك، للأسف في عدد هائل من الطلاب، يمكن أنا بتقديري 70% بيفوتوا على الجامعة بيتخرجوا أو المعهد المهني يلي هي وبياخدوا شهادة وبيشتغلوا فيها، وبعدين بيكتشفوا أنه هني مش هذا البدنية. صح، ومرات التغيير صعب لأنه بتعلقي بمهنة بشغل مش سهل تتركي كل شيء وتنتقلي، لأنه هلأ يعني الجوب سيكوريتي يعني الأمان اللي يعني أهم شيء أكبر أولوية، فمين رح يترك مهنته أو شغلته ويروح يفتش عن حاله بمحل تاني؟ فما عندنا كتير فرص نعطيها لأولادنا، مشان هيك كتير مهم أنه يكون هيدا يعني رؤية متكاملة بين التعليم المهني، بين السعادة اللي هي من حق أولادنا من حق طلابنا يشعروا فيها، تكون شغلة رؤية متكاملة، وأهم شيء أنه ما يكون لها ميزانية باهظة لحتى تكون بمتناول كل المدارس الرسمية والخاصة. دكتور أحمد عويني متخصص في الصعوبات التعلمية، أنا بدي أشكر إطلالتك، بدي أشكرك على كل المعلومات. إن شاء الله يا رب نوصل لنهار بلبنان نقول بلشنا، إن شاء الله نعطي بهيدا الشيء المهم يلي حضرتك عم تحكي فيه. إن شاء الله أكيد. أهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. أصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح لبريك وبنرجع لكم.